السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. اللي أول مرة يشوف القناة يا ريت يعمل لايك واشتراك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم كابوريا بطريقة سهلة وبسيطة كده. كابوريا مسلوقة معانا هنا. الكابوريا هي مش كبيرة، صغيرة بس حلوة. ومعانا هنا بصل، لو مع عندكم فلفل حطه، ومعايا ملح وكمون وفلفل اسمر ومستكة. معايا حل على النار فيها زيت هنحط البصل. انا نسيت اقول لكم ان في معانا ميه. بعد كده هنحط الكابوريا. بسم الله الرحمن الرحيم. الكابوريا ممكن نستعملها نطبخها يعني من غير ميه، بس احنا عايزين شوربه فهنعمل ميه. ممكن تستعملوا، انا غسلت الكابوريا كويس تمام. في ناس بتشيل دي بس انا هفكها بيها. الكابوريا مش من النوع اللي يعني تحطوها في الفريزر من غير طبيخ. اطبخوها وبعد كده لو انتوا عايزين يعني تخزنوا الكابوريا اطبخوها وبعد كده خزنوها يعني. عشان كده هي ما شاء الله كمية كبيرة. انا هطبخها ولو انا عايزة اعينها مطبوخة ماشي. والكابوريا زي ما انا قلت لكم كنت فيديو قبل كده ان تتطبخ في حلة المونيا او حلة ستانلس ماشي. احنا المفروض نقلبها الاول وبعد كده نحط المية. هنحط ميه. الكابوريا برضو من النوع اللي مش بتستحمل سوية كتير، تقريبا 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير لو هي 5 دقايق، وتطبخ بسرعة من 5 لـ10 دقايق على النار تمام. بهاراتنا ملح وفلفل وكمون ومستكة بس وبصلة. لو عندكم فلفل اخضر حطه، لو عندكم فلفل الوان حطه ماشي. لما تطبخ والشرب، ولو انتوا عايزين تستعملوا عايزين شوربه كتير حطوا شوربه زي ما انتوا عايزين، ميه كتير يعني زي ما انتوا عايزين. بس انا هحط كوبايه بس او كوبايتين كمان وخلاص. وهي انا قلبتها لما اخدت لون من تحت. هي زي ما قلت لكم ما بتاخدش وقت خالص على النار.